السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. نبدأ معكم Chapter 2 Atoms, Molecules and Ions. هذا التشابتر ان شاء الله راح نغطي اشياء العلاقه بالبيريودك تيبل، الاين كومباوندز وكيف عمليه اللي هو نومنكليتشر للايون كومباوندز. هو اصلا في التطبيق مش مكتوب، بس هو اهم شيء يعني. فمر عليكم البيريودك تيبل قبل هيك؟ هو الدوري. اول شيء بالنسبه للاتوميك ثيوري اوف ماترز، هذه ثيوري او هذه نظريه اللي على أساسها إن تم تصنيف المادة، كل مادة مكونة من atoms، مكونة من atom. The theory that atoms are fundamental building blocks of the matter re-emerged in the early 19th century. هو دالتون هو اللي يعني طلع بهاي الفكرة، بس هو واقعياً إنه الذرات مكون من atoms، هاي شغلة إلها أساسات كثيرة عند علماء المسلمين قبل هيك، بس هم دائماً بينسبوها ل دالتون. الفرض على انه اي شيء في الدنيا مكون من سمول بارتيكلز اللي هي بنسميها اتمز، بنسميها اتمز في اللغه العربيه بسموها ذره، وتسميه الذره موجوده في اللغه العربيه من زمان. مهم جدا كمان نعرف السيمبلز اوف اليمنتس. عاده الاليمنتس موجود عندكم، شايفين حرف اللي هو هذا، ايش هذا؟ كاربون. هذا كاربون، شو بتحكوا انتو؟ كاربون، بس بالانجليزي اسمه كاربون، فهو اسمه كاربون. وعادة رمزه حرف السي. لاحظوا لما بنكتب رقمين، الرقم الأول اللي هو الاتوميك نمبر، هذا عادة بيكون بالأسفل، وهذا بيمثل اللي هو نمبر اوف بروتونز، بيمثل نمبر البروتونز، والرقم اللي في الأعلى اللي هو بيمثل إيش؟ الماس نمبرز. الماس نمبر شو هو؟ البروتونز والنيوترونز. أنت بتعرفوا إنه البروتون أصله نيوترون؟ هذا حكى لكم قبل هيك؟ وأصلا البروتون نيوترون، طلع منه تكة اللي هو الإلكترون، فصار بروتون بوزيتيف، صار الالكترون نيجاتيف. كيف عرفوا؟ من الماس للالكترون والماس للبروتون، لاحظوا انه النيوترون في فرقيه في الماس تقريبا بتشابه الماس للالكترون، بس كمان يعني في فرقيه، يبدو انه في شيء ثاني، بس واقعيا البروتون اصله نيوترون. فاول ما تكونت الماده كانت بروتون، بعدين فقدت الالكترون، الالكترون كون ايش؟ والذره اللي تكونت اللي هي بروتون مع الكترون هيدروجين، كمان هيدروجين. بعدين اجت البروتونات والنيوترونات، صدمت، تكون عندنا الهيليوم، بعدين بدات تتكون عناصر اخرى. لاحظوا انه البدايه كانت النيوترون، بعدين هيدروجين، بعدين هيليوم، صار فكل البريدك تيبل. ولاحظوا كل ما مر الوقت كل ما في اليمنتس بوزن اعلى بتظهر، يعني الجدول الدوري الان لحد معين، بس احنا ما بنعرف ممكن بتكون عناصر اخرى في المستقبل نتيجه التصادمات النوويه ونتيجه التفاعلات النوويه. الان هذا هو عاده الرمز للعنصر، سيمبل element اللي هو كاربون، وعليه اللي هو الاتوميك نمبر والماس نمبر. الان في شيء اسمه ايزوتوبس، مر عليكم الايزوتوبس؟ نفس الاتوم، هذا الرقم اللي تحت اللي هو اتوميك نمبر بحدد لي ايش الاتوم. يعني انا مباشره لما اشوف رقم 6 بعرف انه هذا كاربون، لما اشوف مثلا رقم 5 بعرف انه هذا ايش؟ نيتروجين. لما بشوف 8 شو بيطلع؟ تقديم. ولا 7 نيتروجين، 5 ولا 7؟ لا، النيتروجين 7، الكربون 6، 7 النيتروجين، 8 الاكسجين. فلما بشوف هذا الرقم بعرف شو هو العنصر، لانه هو عدد البروتونز. بينما الرقم اللي في الاعلى اللي هو الماس نمبر، هذا ما بستطيع احدد الا لما اطرح
اللي هو النمبر اوف بروتونز، لازم اشوف نمبر اوف بروتونز لانه نمبر اوف نيوترونز بيختلف. فعندي الكربون ممكن يكون 11، ممكن يكون 12، ممكن يكون 13، ممكن يكون 14. بالنسبة للدكتور للعناصر قلت نحفظهم أو في أشياء محددة أو بس معلومة؟ حاول تحفظ الدقيقة، مهم جدا تحفظ الأساسيات، بس مش مطلوب حفظ عادة. نعطيك البريد كتير في الاختبار فما تتموش. لازم الكتاب، لازم ترجع للكتاب تحله أسئلة، لأنه المادة اللي بعطيها أنا مادة نظرية، بس لازم تمارسوا بحل الأسئلة. زي الرياضيات مثلا، بعطيكم قاعدة رياضية في حل مسألة، بس لازم ترجع للكتاب تشوف التمارين كيف انحلت التمارين. فهمتوا كيف؟ ما هو شوفوا، انتم في الجامعة لازم يكون عندكم نطاق أوسع من اللي درستوه في المدارس، يعني مش كتاب وبدك تقرأه، لازم يكون عندك شغف للعلم ومحبة. فمهم جدا انك ترجع للكتب. السلايدات هذه بتساعدك على انك تفهم، بس كمان لازم ترجع للكتب. وانا بحاول بقدر الامكان اني اغطي معظم الماده في السلايدات، بحاول اغطي معظم الماده في السلايدات، حتى ممكن اغطي اشياء فوق الماده في السلايدات، حتى يعني الناس اللي عندهم شغف للعلم. بس الناس اللي ما عندهم الشغف اللي بيدوروا على الدرجات، هذا موضوع ثاني، مش طلابي هذول. فالوجود الاكثر من الاتوميك او الماس نمبر عاده، هذول بنسميهم ايزوتوبس، بنسميهم ايزوتوبس. وعاده اللي هو الاتوميك او الموليكول او الاتوميك ويت او المولر ويت، يعني راح نشوف لاحقا انهم نفس الشيء، بكون الافرج لهذا اللي هو الماس، بس بناء على الابندنس اللي هو الريليتيف ابندنس. فعاده اللي مش مكتوبه هي الجمله المفروض انها تنكتب، اللي هو الماس مفروض بناء على الريليتيف ابندنس. يعني ايش ريليتيف ابندنس؟ يعني نسبه تواجدها في الطبيعه. يعني مثلا في الطبيعه في 95% كربون 12 مثلا، و3% كربون 11، و1% مثلا، مش بالضروره يعني هاي النسبه، 1% مثلا كربون 13 هكذا. فبنضرب النسبه في الوزن ونجمعهم مع بعض ونقسم على 100، فبيطلع عندي اللي هو الافريج مولكيولار اتوميك ماس. بالنسبه لهذا الاتوميك او المولكيولار ماس، عاده في جهاز اللي هو الماس سبكتروسكوبي، الان يعد من احسن الاجهزه اللي بيتم التعامل معها في جميع التخصصات، لانه بيحتاجوه بيستخدموه في اللي هو معرفه الماسز لهاي الاتومز او المولكيولز. زي ما هذه الجمله هون منقوله، الاصل انا انقلها ل اللي هو هذيك اللي هي because of the real world we use large amount of atoms and molecules we use average masses in calculations. يعني عادة نستخدم average masses، حكينا احنا بنستخدمه بناء على relative abundance. Average mass usually calculated from the isotopes of the elements weighted in their relative abundance. وهذا اللي ذكرته، انه بناء على نسبة تواجد كل اللي هو isotope، ونحسب اللي هو الافريج ماس. في شغلة وجدوها في البداية، يعني لما كانوا بيدرسوا الاتومز، وجدوا في شيء اسمه periodicity. Periodicity لو طلعنا مثلا على الموجود امامكم في الصورة، شايفينها الان؟ شوفوا في الصورة، لو انتقلنا من الهيدروجين للهيليوم للليثيوم للبريليوم بعدين الفلور وهكذا، لاحظوا انه هذا بناء على الاتوميك نمبر، هذا السيمبل. لاحظوا انه في مثلا الهيليوم نان رياكتيف، بعدين النيون نان رياكتيف، بعدين الارجون نان رياكتيف. وجدوا انه شوفوا الارقام هذه، في نسبة معينة من الأرقام تبدأ نفس الصفات تتكرر، فهي بسموها periodicity، إنه هاي الصفات بدأت تتكرر. فبدأوا يصفطوا الـ elements هدول فوق بعض. يمكن أول ما بدأت الفكرة ترجع للي هم العالمين، واحد منهم روسي وواحد منهم ألماني، ماير الألماني ومندليف اللي هو الروسي. يمكن مشهور مندليف أكثر من ماير، يمكن تعرفوا مندليف، جدول الدوري لمندليف تعرفوه، ما رأيكم؟ هو أول واحد طلع بفكرة الجدول الدوري، بس في نفس الوقت كان ماير طالع معه. بس ليش مندليف هو اللي بنعرفه؟
ماير ما بنعرفه لانه مندليف تنبأ باشياء، تنبأ باشياء، فدائما بتنبأ بياخذ الفكره اكثر او بتنسب الفكره له اكثر من الاشخاص اللي ما بتنبؤوا. فتنبأ باشياء جعلت الجدول الدوري دائما ينسب له مندليف. بس مندليف ما اعتمد على الاتوميك ماس، مندليف اعتمد على عفوا ما اعتمد على الاتوميك نمبر، اعتمد على الاتوميك ماس. هو وجد نفس الشيء repeating periodic properties is giving هو زي ما حكينا انه الكريدت كله راح لمندليف لانه مندليف استطاع انه يتنبأ باشياء من هذا الجدول وعلى اساسه نسب الجدول الدوري له. الجدول الدوري هذا الجدول الدوري اول ما طلع شايفين كيف شكله، فكان على هذا الاساس. ولاحظوا انه مش على الاتوميك نمبر، هو على الاتوميك ماس. هذا في 1872. لاحظوا كمان انه صنف عند، لو تشوفوا هنا في اللي هو اسيديك اوكسايدز وعندك البيسيك اوكسايدز والافتريك اوكسايدز. ولاحظوا كمان صنف الميتالز والنون ميتالز والميتالويدز. وزي ما حكينا انه اعتمد على الريليتيف ماس، ما اعتمد على الريليتيف نمبر، واللي هو بنى عليه البيريديك لو. When an element are arranged in order of increasing relative mass, masses, certain sets of properties recur periodically. اللي هي periodicity اللي حكينا عنها، انه بعض الصفات بتنعاد مرة بعد مرور certain number او certain mass. هاي الصفات بترد بترجع بتتكرر. الآن صار البريديك تيب تبع تيبل تبع مندليف نوع من التاريخ. وزي ما حكينا انه هو تنبأ باشياء، من ضمن الاشياء اللي تنبأ فيها اللي هو وجود الجانيوم سكانيوم وجيرمانيوم على اساس انه كان في فراغات، فهو تنبأ انه في عنصر بهاي المواصفات عند هذا الماس. لما اكتشفوه نسبوا له الفضل اللي هم زي ما حكينا عنهم العناصر هذه. وكمان اصلا في اشياء كانت خاطئه في بعض الفاليوز زي الانديوم بريليوم اليورانيوم، هو كمان صلحها بناء على المواصفات البريدك اللي توقعها في التيبل. هذا مجرد نظره تاريخيه للموضوع، ما حبيتش انط مره واحده للبريدك تيبل، اعطيكم بس كيف وصلنا للمودرن بريدك تيبل. زي ما حكينا المودرن بيريودك تيبل ما صنفوا بناء على اللي هو الاتوميك ماس، صنفوا بناء على اتوميك نمبر، واللي هو نرمز له عاده بزد، نرمز له عاده بزد. عاده البيريودكس في vertical columns of elements، هذه بنسميها groups او families. يعني هاي اللي هي vertical columns بنسميها group أو فاميلي أو مجموعة، لأن هذه كلها بتحمل نفس الصفات، بتحمل إيش؟ نفس الصفات. فهي have the similar properties identify عادة. في طريقتين في الترقيم، يا أما زمان كان الطريقة غير، زمان كانوا بيستخدموا الأرقام اللاتينية والأحرف، بس الآن لا، بيستخدموا الأرقام العادية اللي هي من 1 ل 18. يعني على فكرة كل فترة بيبدأ اتفاقيات بالنسبه للبيريودك تيبل بيبدوا يغيروا فيه، لانه مثلا كانوا بيرتبوه بطريقه معينه، بعدين رتبوه بطريقه معينه، بعدين عادوا ترتيب، بعدين فبتجدوا انه مع مرور الوقت كل شوي بيطلع فيه تغييرات. احنا بنعطيكم اللي هو بنعرف، ممكن الان في تغييرات جديده كمان، يعني حسب ما سمعت الان بحاولوا يعملوا البيريودك تيبل على شكل هرم، على شكل هرم، يعني هيك بحاولوا يرجعوه بهذا الشكل. احنا الان بنعطيكم الصوره اللي موجوده امامنا. ففي طريقه اللي هي من 1 ل 18 الجروبس هذول، او بصنفوهم 1A ل 8A وبعدين من 1B ل 8B. وفي الهوريزونتال روز اللي هي ماشي بهذا الشكل، هذه بنسميها بيريد، بنسميها بيريد. الان لو جينا اطلعنا على الجدول الدوري الموجود امامنا، فعندي هنا الالكالي ميتلز، وهنا الكالي ايرث ميتلز، هذه كلها جروبس. لاحظوا هون 1A 2A، بعدين بصير هون 3A 4A حتى 8A. لاحظوا رقم 18 هنا،
بس في تنتبهوا بالنسبة لبي الآن، طلعوا بي هنا ماشي 3 4 5 6 7، لاحظوا المجموعة هذه كلها الثلاث هذول مع بعض اللي هم 8 و9 و10 جايين تحت مجموعة إيش؟ 8 بي. لاحظوا هون ما بديناش من 1 بي، بدنا من إيش؟ من 3. الآن رجعنا من أول 1 بي 2 بي. شفتوا هاي يعني ترقيمات، بس واقعيا اللي هو النظام الثاني 1 2 3 18 اسهل لانه ماشي بسياق معين، بينما هذا السياق اللي هو 1A 2A بيجي بعدين 3B بعدين بنتهي في اخر 3 مجموعين مع بعض بمجموعه واحده اللي هي 8B بعدين بيجي 1B 2B، يعني برجع بعده من اول وجديد بعدين برد بكملوا A 3A وهكذا. والله هي اتفاق بتطلع على التشابه بين العناصر وكيف يعني مثلا 8 و9 و10 في تشابه كبير بينهم فضموهم كلهم في مجموعة واحدة. بعدين طلعوا بشغلة حلوة انهم بدل ما يمطوا الجدول، هو كان ممكن كمان يعملوها هم ترانزيشن ميتلز اللي لونهم على صفار هذا، انه يخلوا الجدول هيك ونزلوا الجدول، بس هم لما عملوا هذا الجدول هيك مشوها، بس لما اجوا بدهم يحطوا اللانثانات والاكتينايت شعروا انه بدهم يمطوه كثير فراح حطوهم منفردين، راح حطوه ايش؟ منفردين. A placement of 58-71 أو 90-103 هذول حكينا عنهم اللانثانايد والاكتينايد، يعني ساعد على انه نقلل من الحجم اللي ممكن نمط في الجدول الدوري. زي ما حكينا الترتيب على بناء على الاتوميك نمبر. شايفين هون معطينكم ألوان في الميتلز وميتالويدز ونون ميتلز. The symbol for elements are based on abbreviation of current and original elements. ليش هاي العناصر إلها رموز هيك حرف أو حرفين؟ فيش حرف أو حرفين. في عندكم عنصر فيه أكثر من حرفين؟ لا، كلها حرف أو حرفين. ليش حرفين ومش حرف؟ لأنه أحياناً بيصير في الحرف يعني مثلاً كاربون سي. لما جينا على الكالسيوم إذا بدنا نحطه سي بتلخبط مع الكربون حطينا الاي. لاحظوا مرات الأسماء يعني مثلا صوديوم مش اس او مثلا. ليش ان اي؟ بوتاسيوم مش بي او كي. هنا في شغلة تاريخية، بعض العناصر رجعوا للأوريجينال إليمنتس، الأوريجينال إليمنت نيم يعني رجعوا اللي هو الاسم التاريخ، يعني مثلا انتوميني ما بيرمزوا له اي ان مثلا بيرمزوا له اس بي، ليش جاي من ستيبيوم. الكبر او النحاس ما بيرمزوا له سي او، سي او هذا رمز للكوبالت فبيرجع للاسم اللي هو الكبروم اللي هو سي يو. الايرون ما بيكتبوا اي ار بيكتبوا اف اي، ليش؟ لانه فيروم اللي هو اف اي. عندك الليت او الرصاص ما برمزوا له ال اي، برمزوا له اتش بي بي اللي هو جاي من بلام بام، واصلا لانه زمان كانوا بيستخدموا الرصاص في انابيب اللي هي المواسير فبلامينج سيستم، فيمكن هذا الاسم اجى من هون. هيدرا اللي هو الميركوري هيدرا جيوم جيوم. بعض الاسماء على فكره الماني، بعض الاسماء الماني. البوتاسيوم اللي هو الكاليوم، على فكرة هذا الكاليوم اسم عربي أصله هو القالي، القالي فإجت كي. السيلفر أرجنتينيوم، صوديوم ناتريوم، التن ستانيوم، والتانجستن اللي هو وولفيوم. فبدكم تعرفوا هاي الرموز العادية الشائعة مش ماشي على نطاق الرموز الثاني. الروز حكينا بتاخذ اللي هي تأخذ شوي تقريبا نص المحاضر خلصنا المحاضر. The rows and the periodic table chart are على فكرة طالب بيتجاوز 10 دقائق في الدخول بكتبه متأخر ما بكتبه حاضر، فانتبهوا يعني بنحسب نص حضور، فنص حضور على مرتين بصير غياب، فانتبهوا لهي الشغلة. الروز عادة حكينا اللي هي البيريودز، والكولومز عبارة عن الجروب أو اللي هو الجروبز، وعادة الجروبز حكينا بتحمل نفس الصفات. يعني لو جينا اطلعنا هون اللي هي الكالي ميتلز اللي هي العناصر القالية
كلمة عربي، يعني في اللغة الإنجليزية أي شيء بيبدأ بـ AL أصله عربي. فألقالي صارت ألكالي. الكحول جاي من اللغة العربية اللي هي الغاول، وإحنا من شطرتنا أخذناها منهم نكتبها الكحول، بينما هي الغاول مذكورة في القرآن. فيعني الآن زي ما حكينا كنا نمشي بالعرض هذا البيريد ونمشي بالطول هذا الجروب. عندنا من أشهرهم الألكالي ميتلز، ألكالي إيرث ميتلز، عندنا اللي هم الهالوجينز، النوبل غازز، تشالوك جينز، هاي على فكرة أول مرة بسمعها في هون كاتبينهم. الآن لاحظوا هذا الشيء ممكن هو عادة في التوصيف القديم كان موجود، بعرفش الآن موجود ولا لا، ده أتأكد، اللي هو الأوربيتالز، توزيع الإلكتروني على الإس والبي أوربيتالز، أخذتوهم؟ فهدول أصلاً بكثير بالجدول الدوري بيساعد على فهمهم وترتيبهم بناء على هذه الصفة. عندي الرو 1 أو المجموعة الأولى اللي فيها الهيدروجين والهيليوم، اللي هي يمكن المجموعة الوحيدة اللي فيها عنصر واحد اللي هو الهيدروجين، والهيدروجين عنصر شاذ لأنه محطوط فوق الألكالي ميتلز بينما هو مش ألكالي ميتل، والهيليوم اللي هو عنصر اللي هو خامل أو نوبل غاز، فمحطوط في مجموعة النوبل غاز اللي هو الـ 8A أو الـ 18. الرو 2 اللي هو second period عندنا الليثيوم لا النيم ماشي بالعناصر بريليوم بورون كربون نيتروجين أكسجين فلور ونيون، هذول مطلوب على فكرة تحفظوهم لأنهم عناصر بسيطة. عندنا هنا المجموعات اللي حكينا عنها، الألكالي ميتلز مصنفين عندكم هنا، والألكالي إيرث ميتلز مصنفين، التشالكو جينز اللي هم هذول، والهالوجينز اللي هم الفلور والكلور والبروم والأيودين والأستيتات. على فكرة هذا الأستيتات ما عمريش يعني تعاملت معه وكمان محير، راح نشوف لاحقا. النوبل غازز عندنا معروفين هيليوم ونين والارجون والكريبتون والزينون والرادون، هذه المجموعات المشهوره. احنا بالنسبه للجروبز 1A الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم والروبيديوم سيزيوم والفرونشيوم، هذول اللي هم احنا بنسميهم الكالي ميتلز، وهذول فيري رياكتيف، هذول فيري رياكتيف. يعني حتى من المشاكل اللي بتواجه التعامل مع مثل هاي العناصر انه حتى بتتفاعل مع الماء بشكل كبير. يعني على سبيل المثال الان مشهور عندنا اللي هو بطاريه الليثيوم، بطاريه الليثيوم اللي بيستخدموها في شحن السيارات، بس المشكله الكبرى في هذا النوع من البطاريات اللي هو الانفجارات. ليش؟ لانه بس مجرد شويه مي تنفجر. Very reactive. Readily from عادة تحمل شحنة واحدة هاي العناصر، ويمكن رح نشوف إنه المجموعة الأولى تحمل شحنة positive one, positive two وهكذا. هو بتفاعل هاي العناصر تتفاعل مع الأكسجين. هذه صح الجملة؟ جملة صح. ليش؟ بتكون عندي M2O، بس واقعيا مش ال M2O، بتكون عندي الهيدروكسيد بعدين. الام يعني مقصود فيها العنصر نفسه. الان المجموعه الثانيه اللي هي الالكالي ايرث ميتلز، بالنسبه للالكالي ايرث ميتلز عاده اللي هم البريليوم مغنيسيوم كالسيوم سترونشيوم باريوم، هذول العناصر اللي هم مجموعه 2A هم رياكتيف، بس مش رياكتيفيتي زي رياكتيفيتي الالكالي ميتلز. عاده بيحملوا شحنه بلس 2، بتفاعل نفس الشيء مع الأكسجين بس بكونه MO مش M2O، وعادة معظمهم مش دايبين في الماء، عادة موجودين في كميات كبيرة في اللي هو سطح القشرة الأرضية. الآن المجموعة الثالثة المشهورة اللي هم الهالوجين اللي هو سيرين A، عادة جاية من اللي هو الكلمة غريك اللي هي معناتها سي او سولت او البحر يعني او الملح. هذه المجموعه اللي هي قريبه من مجموعه النوبل غازز، يعني النوبل غازز جاي هون هي ملاصقه لها. اشهر الموجود فيها حدا بيعرف؟ عندنا اللي هو رياكتيف
هذول رياكتيف عناصر رياكتيف معروفين انهم بياخذوا الكترونات. عناصر الكالي ميتالز بيفقدوا الكترونات، هذول بيكتسبوا الكترونات هم موجودين عندكم، اللي هم الكلور على شكل غاز والبروم على شكل ليكويد والايودين على شكل سوليد. كون هذا 2 PR2 I2، وعلى فكره الايودين ممكن يكون I2 I8، بس يعني هاي المشهوره. عندنا اثنين غازات اللي هم الفلورين والكلورين، وعندنا واحد ليكويد اللي هو البروم، وعندنا اثنين سوليدز اللي هو الايودين والاستيتيت. بيعكس with alkali metals زي ما حكينا بيتفاعل بشكل كبير مع الالكالي metals وبياخذ منهم الالكترون، يعني قادر على انه ياخذ منهم الالكترون وبكون ايونات اللي هي الكلورايد والفلورايد والبرومايد والايودايد، يحملوا شحنه سالبه. هذه المعلومات اتوقع كلها مرت عليكم كلها. فالنوبل جازز المجموعه اللي هي 8A أو 18 هي خاملة and reactive. على فكرة هم الخاملين اللي هم الهيليوم والنيون، لما ننزل كمان على الأرجون والكريبتون والزينون بدو يتفاعل، بدو يتفاعلوا، بس مش يعني التفاعلية العالية، بس مش خاملين زي الهيليوم والأرجون. نعم أكثر شيء خاملين الهيليوم. نعم، يعني حتى في مركبات كثير الآن مسوينها من هاي العناصر. عادة فتحت عشان الوقت ولازم نسلم عليه، في حدا بودي لي شيء؟ ما بيكونوا تشارج سبيشيز، عادة موجودين في الطبيعة، هم يمكن الوحيدين اللي بيستطيعوا، لأن حتى العناصر الثانية في الطبيعة مش موجودين لحالهم. راح نشوف لاحقا، حتى من الحديد احنا نحط الحديد FE، سواقع الحديد مش موجود في الطبيعة كحديد، موجود ك يعني لا، الحديد نفسه عبارة عن اتومز مربوطة ببعض، ما فيش اتومز منفصلة، يعني مش ذرة حديد ذرة حديد ذرة حديد، ما في تجاوز لان احنا بنكتبه حديد. ترانزيشن إليمنتس عندنا هذول العناصر اللي هم بلون أصفر، هذول متعبين بصراحة كثير نركز عليهم عندكم، إلا في بعض الأشياء اللي هم بيحملوا المجموعة بي، مجموعة بي، وزي ما حكينا بنشوش إلا 3 4 بعدين بردوا برجعوا 1، وفي اللي هي مجموعة 8 و9 و10 اللي هم نفس الترتيب اللي هو 8 بي، كلهم ميتلز. وراح نشوف إنه الميتلز بيكونوا معظم البريودك تيبل، يعني معظم البريودك تيبل ميتلز. الميتالويدز هم اللي نادرين شوية، هم موجودين في منتصف الجدول، بيبدوا من 3B اللي هو الفورث رو، وعادة هدول بيكونوا ايونز، ومش زي اللي هم الالكالي ايرث ميتال اللي هم بسيطين بيكونوا بلس 1 او بلس 2 او ماينس 1 ماينس 2 زي النون ميتالز. هدول بيكونوا ممكن مالتيبل تايب اوف ايونز، ممكن يكون عندنا عده انواع من الايونز زي الايرون مثلا، ايرون 2 ايرون 3 مثلا، عندنا مثلا ايرون 2 ايرون 3، عندنا الكابر كابر 1 كابر 2، شوف المنغنيز عندنا منغنيز 2 منغنيز 3 بلس 4 5 6 7، يعني شوفوا التعدد في الايونز. لاست 3 كولومز اللي هم 8B designation حكينا عنهم، حطوهم في مجموعة واحدة. كيف نالميتلز ظهروا؟ نعم، فهذول اللي هم شايفين اللي هم جايين بآخر الجدول الدوري على اليمين، لاحظوا كمان عاملين زي درج، هيك درج عكسي، يعني هذول بنسميهم نالميتلز مع الهيدروجين. بعدين بيجي اللي هو هذول الميتالويدز، لاحظوا ماخذين الخط البسيط هذا اللي هو البورون والسيليكون وهذا على فكره كثير من الناس بيفكروه هو ميتال، او الناس بيفكرونه الميتال هو الارزينيك او الزرنيخ،
جرمانيوم والأنتوني والتيلينيوم اللي عليهم خلاف انهم ميتالويد. لاحظوا بعضهم بيصنفوهم ميتالويد، بعضهم ما بيصنفوهم ميتالويد، اللي هو البولونيوم والاستيتين والاستيتين اللي هو البي او والاي تي. لاحظوا هنا مصنفين مش ميتالويد، بينما في مكان ثاني راح اوريكم اياه جدول الدوري صنف ميتالويد زين بين الميتال والنون ميتال. راح نشوف ان شاء الله، خلينا بس نخلص هذه الاسبوع القادم نشرحهم بالتفصيل. الآن لاحظوا اللون الأصفر أو على صفار هذا أو على بيج، هذا كلهم ميتلز. لاحظوا معظم الجدول الدوري ميتلز. الآن طلعوا هذا مثلا جدول دوري مكان ثاني، لاحظوا حاطط الـ PO والـ ET حاططهم ميتالويد، بينما عندكم في الكتاب مش مصنفين كميتالويد. فيبدو لي إنه في الموضوع في خلاف. بعدين سألتكم سؤال، هل في عناصر أكثر من تو ليترز؟ نعم في عناصر. طلع هنا، طلع في آخر الجدول في عناصر اللي هي UUT UUQ UUP UUH UUS UUO وهكذا كل ما بصير تفاعل. فنتوقف هنا إن شاء الله، راح نشرح لكم في المحاضرة الجاية على اللي هم الميتالز والنون ميتالز والميتالويد شو هم.